في آخر خطاب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثناء اجتماع الحكومة والولاة، أخطر الأساتذة أن هناك زيادة مرتقبة لرواتبهم في الأشهر القليلة المقبلة، القرار الذي لقي ترحيباً واسعاً وسط الأساتذة. وفئة الأساتذة استقبلوا هذا القرار براحة كبيرة جداً، لأنه شعروا بأن الحكومة الجزائرية تفكر فيهم، وكل الأساتذة سعيدون جداً بهذا القرار ويثمنونه. وفي سنة 2023 المعلمون والأساتذة متسائلون جداً ويضعون الثقة المطلقة في الحكومة الجزائرية، التي أدركت الآن أن المعلم هو حلقة هامة جداً يجب العناية بهذا المجتمع الجزائري. للأمانة نسجل ارتياح كبير جداً لدى فئة واسعة من الأساتذة الذين حقاً ابتهجوا، وبعد أن عانوا معاناة شبه مطلقة في الجانب المعيشة الاقتصادي، لأن حق الرواتب السابقة لا تشفي، وهي رواتب قليلة جداً ما كانتش تسد حاجتهم المعيشية، والأستاذ يطلب فقط عيشة كريمة تحفظ له الوجود، ولا يطلب مبالغ طائلة تكلف الدولة. الفاعلون في القطاع اقترحوا طريقتهم في الزيادة وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية، واحدة من المقترحات. إذن احنا نقول ونكرر أن القرار نثمنه فقط، بالمقابل نتمنى كانت زيادات المرة فاتت كانت 50 نقطة استدلالية، كانت زيادات، ولكن كانت زيادات كنا ننتظر أكثر، فإذا به يعني كانت زيادات، مهما يكون تبقى زيادات، لكن الآن بما أن القرار اتخذ ونصبت لجنة على مستوى وزارة المالية لدراسة هذه الزيادات، احنا نطلب الآن لكي يكون حل جذري، ليكون على المدى على الأقل المتوسط حل جذري، وهو إعادة النظر في القيمة المالية للنقطة الاستدلالية. أكيد لو تروح إلى 80 دينار بالإضافة إلى 50 نقطة اللي يعني كانت أضيفت مؤخرا، راح تكون يعني نقدر نقول زيادات، يعني نحسوا بالزيادات باش نعبروا تعبير سوسيولوجي، نحسوا بالزيادات وتكون زيادات مقبولة لو توصل إلى إعادة القيمة المالية للنقطة الاستدلالية 80 دينار. إقرار رئيس الجمهورية زيادة في رواتب الأساتذة يترجم نية الدولة الجزائرية في تحسين معيشتهم، خاصة وأن قطاع التربية الوطنية من القطاعات الأساسية.